وسهلا فيكم بهاي الحلقة المميزة من حلقة يوم الخميس اللي مفروض معي فيها ضيفة، بس الضيفة اسم الله بتصف لساتها وتأخرت. فاليوم حلقتنا رح تكون عن جد حلوة، عن جد ما خفيف، ومن فلسطين ضيفتي جاية، بس هي لساتها بالطريق عن جد. فقررت أطلع أرحب فيكم أنا كلياتكم وأقولكم إنكم احضرونا على صفحتنا عن عمان تي في أوفيشال على الفيسبوك لحتى تشوفوا حلقة مميزة وغير عادية. هذا أحلى فيلم بيصير فيه بكل حياتي إنه ضيفتي ما بتوصل على الوقت بالضبط، يعني انبسطوا معي خلص بنعمل اشي حلو هيك مميز انا وياكم. بدي تفوتوا عشان تحذروا ضيفتي من وين. انا قلت لكم هي من فلسطين، صبيه كتكوته حلوه، عندها محتوى كوميدي بطريقه لطيفه كتير. اللي حضر امبارح انستغرامي مثلا رح يعرف مين ضيفتي. اليوم انا وياها رح نحضر لكم وصفات فلسطينيه ومحضر لها مفاجات كتير حلوه، وبنهايه الحلقه برضه رح يكون معنا مفاجاه مميزه كتير لها. لا تنسوا تفوتوا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك لحتى تحضروا هالحلقه وتحكوا لي شو شعوركم انه لاول مره بحياتكم تشوفوني بدون مذيعه، بدون ضيفه، بدون ولا حدا. وصلت لسه ما وصلت ضيفتي، يعني هيها ان شاء الله بتطلع الدرجات وبتوصل. بس زي ما قلت لكم لانها هي من فلسطين فاليوم كانت الامور شوي هيك خارجه عن كل التفاصيل اللي احنا مرتبينها. اليوم رح نحضر لكم المقلوبه ولكن بطريقتها الفلسطينيه، وهي بدها تحضر الوافل بس ما بعرف شو دخل فلسطين بالوافل، ورح نعملها مفاجاه كتير كتير صغيره. نفتح على الفيسبوك بس عشان كمان ناخذ التعليقات تبعتكم ونشوف. بلشتوا حلا ديالا كتير ملتزمه بالوعي، واضح يا حلا ملتزمه لدرجه انه بلشت الحلقه حالي. أم محمد اللي عم بتقولنا صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكي. مجد عم بتقول واضح جدا قدي ديالا ملتزمة بالوقت. أنتوا بتعرفوا قدي الموضوع كتير غريب، وإن اليوم رح أخذ يعني أعطي إنذار لحالي كمن الاتش آر عشان هذا التأخير تاع ديالا. والششتري اللي عم بيسألونا عن عيلتي، الششتري كمان رح يكونوا موجودين معنا في نهاية كمان البرنامج لأنه هن أصحابها اللي كتير 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 لديالا. طيب إحنا عشان نختصر الوقت قبل بس ما ديالا توصل على الاستوديو، بدنا ناخذ مقادير وصفة المقلوبة رح تحضرها بطريقتها الفلسطينية. لا مقادير المقلوبة رح نحتاج أول شيء دجاج من العز إحنا سلقينه وحطينه بالفرن، وبعدين عنا باذنجان وبطاطا وزهرة، عنا بهارات مشكلة ملح وفلفل أسود ومرق جاج، وأكيد عنا الرز من العز. غريب شوي انه الواحد يكون لحاله لانه دائما متعود يحكي مع حدا وهيك ويقاهر حدا ويجاكر حدا وكل هاي التفاصيل. المهم فانا عم بقرا شويه تعليقاتكم قبل ما توصل ديالا. يا رب توصل يا ديالا، يا رب على هالفيلم سوتي فيي. كل اللي بيحضروا ديالا يعني انا كثير مبسوطه قد ايه مشاهداتكم عاليه اليوم رغم انه ديالا لسه ما وصلت، فانا مبسوطه يعني هذا شوي بيخفف عني ايش بيصير فيي. عم بيقولوا ما هي صحيت اصلا متاخره، نزلت على الانستغرام. طبعا شفتها على 11 الا ربع صحيات. هلا عم بتقول هلا هيني قرات الكومنت تبعتك انها صحيت متاخره. وداليا عم بتقول ديالا اهلا وسهلا فيكي من فلسطين. كل عم بيحضرونا كمان من نابلس اهلا وسهلا فيكم، من القدس كل عم بيحضروها ديالا من فلسطين. ضيفتي اليوم رح تكون لنحضر هاي المقلوبه. انا عملت لها الوافل على فكره، منحني انا انقذت نفسي وعملت الوافل بهاي الطريقه. يا مروه بدك ناخذ طريقتها يا مروه ولا ايش؟ مروه يا مروه ناخذ طريقه الوافل كمان عشان لما تيجي ديالا نختصر الوقت ولا اشي. لا الوافل رح نحتاج لكستين طحين، منا ربع كوب من السكر، عنا بيضتين، عنا كوب حليب من المها، وعنا كمان بيكنج باودر، وعنا فانيلا، وعنا زيت من شعبان تقريبا ربع كوب. وعادي تعليقاتكم قديه حلو قديه بتضحك اليوم، يعني انتوا عم ايش بتخففوا عني ولا بتزيدوا علي؟ يعني وصلت مثلا آية عمر عم بتقول والله ديالا قبل ما تطلع كانت كانت كمان بتنزع على انستغرام انها رح تتاخر. الحق على علي وعبد الله ششتري لانهم ما بيعرفوا يسوقوا بالازمه، وهو هذا بالضبط الحقيقه. عندنا روان اهلا وسهلا فيكي يا روان. رند ديالا بعتي للششتري الموقع غلط. طب بس كيف عرفتوا كل هدول القصص؟ يعني هون منزلها على انستغرام بجوز. اليانا هي كثير ملتزمه بالمواعيد لديالا، فمش عارفه ايش اجاوبكم الصراحه واقولكم. طيب على ما توصل ديالا شوفيها مروه، شفتيها وين؟ مروه زهقت مني قد ما قلت لها طلعوا هاي فلا. مروه عن جد تحكي؟ طلعت على شبيك عم بقولوا لي طلعت على الشبابيك تستنى. طيب خليني احكي لكم انا عشان لتوصل ديالا عن جد اسمعوا.
بحرج الواحد انه يطلع لحاله وما يكون مرتب وحاط في باله افكار، وانا محضرت لها اسئله ومحضرت لها مفاجاه واضربي واطرحي امتياز من الصبح وبالاخر الضيفه ما توصل، بس خلص هي وصلت تحت دقيقتين ثلاثه على طول بتفوت معنا على البرنامج. خلينا نحكي عن وصفه الوافل اللي هي مفروض تعملها مش انا، وهي تقول لي انا نفسي اكل وافل، ونحكي كيف رح تحضروها قبل ما تيجي هي وتوصل لحتى هي تعملها بجهاز الوافل. اخذ المقادير تبعتهم ونخلطهم وهيك بختصر وقت، مش احسن لي صبايا؟ لا حطي لي بيكنج باودر ولا فانيلا. علي اذا بتعلق اليوم بدخلك تقدم الحلقه عن جد، صح؟ لا والحلو كثير انه المشاهدات كثير عاليه والكومنتات كثير عاليه. طب احكي لكم شغله انا وياكم لازم نعملها، غششوني كونكم تحضروا كثير ديالا، ايش الاسئله ممكن تسالوها لديالا عشان اسالها اياها؟ وهلا ديالا صارت وصلت على الاستوديو ورح تفوت معنا، خلينا نطلع لفاصل كثير صغير لتركب المايك ونرجع انا وياكم. هي مبدئيا الابتسامه راحت بعد اللي عملته في ديالا. اهلا وسهلا فيكم من جديد، خلينا نبلش الحلقه بطريقه ثانيه. اهلا وسهلا فيكم بكل عم بيحضرنا اليوم على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، كمان عم بيحضرونا على شاشات عمان تي في. اليوم ضيفتي وصلت من فلسطين، كان جاي مشي مشي جاي مشي لفلسطين. جيت مشي بس الحق مش علي، على التاخير مش علي. ولعمين يحكي؟ على مين؟ عبد الله وعلي. كيف عبد الله وعلي؟ عبد الله وعلي صحيح. انا موعدي، انا موعدي موعد اجانب هيك دغري، بس والله هم متاخروا، ما بعرف عمان، ما بعرف اجي لحالي. ليش ما حطيتي لهم لوكيشن غلط؟ مش انا الواتساب كيف يعني الواتساب بعت غلط؟ والله بعثت لوكيشن ما يعني بعرف كيف يعني ليش. كيف يعني خلص كيف امرقها؟ مشي مشي. عبد الله وعلي المشكله ولا انت المشكله؟ شوفوا كيف. برافو، يلا خلينا نرحب فيها ونقول اهلا وسهلا. اليوم انا كثير حبيت كل الناس اللي عم بيحضرونا على صفحتنا عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، كلهم بلشوا يسالوني عم بيساعدوني بالحلقه. قلت لهم بلشوا اسالوها لديالا الاسئله اللي بتحبوها، واخذنا الوصفات وبلشنا نطبخ في الوصفه، خلصت الحلقه. فبلشوا لي اللي عم تعمليه في اليوم هو اختيتها لفداء. فداء مين بتكون؟ فداء بتكون اختي، الله يخلي لك اياها. هون عايشه بالاردن صح؟ جوزت جديد في الاردن. صح انا وياها نتقاتل مين بده يجي الجليات ومين جلب الاخر؟ وحكيت لها عندي مقابله لازم اطلع. انا شفتك على انستغرام لما صحيتي والشعرات منكوشات وعادي وكذا، وانه تاخرت على المقابله. لا ما تاخرت، كنت جاهزه على ال 11. كنت جاهزه على 11. طيب ديالا بدنا نعرفهم عليكي للناس اللي بيحضروكي هون لاول مره وللناسك اللي بيحبوكي بس ناسين تفاصيلك بالبدايه، احكي لنا عن حالك شوي ديالا. اوكي كثير سهله، جملتين بسيطات. اسمي ديالا عبد الله من فلسطين. شو بسوي بحياتي؟ عندي محل اواعي انا واخواتي. حلو. بس شوي بتهبل على الانستغرام. شوي شوي مش كثير. مش كتير يعني. انا حضرت رحله تركيا. يعني شو ضحكت انتوا خلال رحله تركيا؟ طبيعي. طب انت من وين؟ من فلسطين. انا من الضفه في منطقه جنين. اوكي. في بلد صغير اسمها الزبابده. حلو حلو كتير. طب ليه اخترتي تطبخي لنا مقلوبه من فلسطين؟ بس ادينا شو زاكي. جبتوا لي لبن انعاج. انا بس بدي اسمعي، انت بتعرفي قد ايه جبت لك؟ انا رنيت على المها امبارح قلت لهم بحيات الله اذا الصبح ما بتبعتوا لنا كثير 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 لبن انعاج رح تشوفوا. ايش مشكلتك مع لبن الانعاج؟ هذا السؤال اللي بيطرحه يعني الكل. اللبن اللي ما بفضى من ثلاجتنا بفلسطين. هو اللبن ما بعرف بحبه بس يعني. بس بتحبيه؟ بحبه. طب ايش بفرق عن لبننا؟ محلون. لبننا محلون؟ لبن انعاج يكون حامض هيك عماله هيك تحسيه من الغنمه. والله عيدي لي لبنكم كيف يا اختي على لبننا بفرق؟ عيديهم الجميع. محلون محلون. طب اسمعي، عندك مشكله مع لبننا وعندك مشكله مع خبزاتنا. صح. ايش كمان خبزاتنا؟ ايش مالهم خبزاتنا؟ ايش مالهم؟ مش بيعوش. كيف يعني مش مالهم؟ كله خبز. لا كثير رقاق، لازم هيك يكون فمين. لما تغمس تحسي تاكلي خبز. هيك رأيي. أوكي. بس يعني نعمة الله يعني بناكل كل شيء. طب شوفي، أول شيء بدنا نقول لفداء أختك مبارك عشان عرسها، ألف مبروك إن شاء الله جزت الدهر كلياتها، وانبسطنا إنه أنتِ إجيتي تزوريها، فاستفدنا إنه أنتِ إجيتي كمان عنا بحلقة بهار ونار، وعن جد كثير مبسوطة، حاولت أقنعها كثير ما اقتنعت. بعدين دخلنا واسطات. صح. عشان هي قالت تستحي تطلع على التلفزيون. مش متعودة على اللايفات.
يعني المقاس اللي بتعمليها عادي بس انه عنا مش عادي؟ خلص نفسية الشغلة والله. نفسية؟ لا بس قولي لي هلأ مرتاحة. لا لا بقى شوي برج بس اتس اوكي. لا مو مبين. لا لا حبيبتي بتجنني مثل القمر. وحاولت امبارح كثير احضر اشياء لك، فيديوهات على الانستغرام، قد ايه روحك حلوه. شكرا. قد ايه بتطلعي هدول التفاصيل بطريقه عن جد بتجنن على السوشيال ميديا، وقد ايه احنا بهاي الفتره بتحسوا انه احنا عن جد بنحتاج نفرح، بنحتاج نضحك، بنحتاج ننبسط. فلما بلشتي محتوى للسوشيال ميديا قد ايه، او قبل قد ايه وقت؟ بلشت تقريبا من سنتين ونص. هي ما بدي احكي بلشت لانه ما كان في بالي الموضوع. هي شغله صارت صدفه. انا كثير كنت اقضي وقتي على التيك توك. أوكي. بس التيك توك مش هذول، تيك توك الترانزيشنز، كثير بحب الترانزيشنز ودخل مخي. فكنت اعمل فيديوهات بطريقه غير عن الرقص تبع هذول الاشياء. اوكي. فكانوا ان كنت اعملها على الاكونت البرايفت تاعي، وكانوا اصحابي وصحباتي والعيله كلهم يحبوا هاي الفيديوهات، لحد ما حدا من اصدقائي هو صحفي من رام الله اسمه محمود حربات. قال لي هيك على بلاطه، يلا اعملي اكونت بابليك ونزل عليه فيديوهاتك. يا زلمه شو بابليك، يقعد الناس يتخوتوا علي ويضحكوا علي هيك يعني. أوكي. كانت الاخر قال لي خلص اعمليها شو خسرانه. قلت له اوكي، فعملتها وضرب من اول يوم صراحه. ايش كان اول فيديو بتتذكريه؟ لا هو انا اوريدي كان عندي فيديوهات، فانا نزلت كثير فيديوهات بنفس اليوم، يعني اكثر من فيديو تيك توك كان الي. بديش احكي تيك توك ببين تافه بس ترانزيشن يعني. ليش بس التيك توك كثير عرف الناس على ناس، وكثير ساعدنا في فترة الكورونا اللي كانت شوي مأساة، انه احنا عن جد نبسط من قلبنا، نضحك، نشوف اشياء جديدة بطريقة خفيفة لطيفة سريعة. صح. فليه ما بدك تقولي تيك توك عادي يعني؟ لانه الدارج هلا التيك توك هو الاشياء التافهة والاشياء اللي بس ترقصي على لحن معين. هو اصلا بالاصل انخلق التيك توك عشان الناس يكونوا شوي كرييتيف في حركات، مش احكي انه كرييتيف كثير. بس انه شيء غير عن العاده، عادي بتقدر تشغلي اي فيديو وترقصي عليه، او انه تعملي فيديو كليب عليه. بس التيك توك فيه ترانزيشن كثير حلو، مش يعني ما شفتها في كل الفيديوهات. اوكي حلو. فانا هذا اللي حاولت او اللي حبيت اعمله. حلو كثير. عادي نسألك قد ايه عمرك؟ خلصتي جامعه؟ ايش درستي؟ عمري 25 سنه. صوتك كتكوته. شو لما كل ما حدا صغير كيف بينبسط انه حدا بيحكي له انه عمرك؟ عمري 25. خلصت جامعه. ودرستي شيء في مجالك، في مجال الاعلام، ولا شيء مختلف تماما؟ مختلف تماما. درست بزنس. اوكي. وتخرجت ما استفدتش بشكل من اللي كل اللي درسته، لحد ما فتحت بزنس وفشلت وزبطت اخطائي وتفهمت شو هو البزنس يعني. ف حلو. وبعدين دخلتي على مشروعك الثاني اللي هو ملوش دخل باللي انت بتعمليه كمحتوى. صحيح. اللي هو الاواعي. صحيح. حلو كثير. كان كل معاشي، هي كانت فكره اختي فداء. كانت كل معاشنا كل مصارينا عم بتروح على الاواعي. تمام. فصارت تحكي ليش ما نبلش في مشروع إلنا. قلت لها اوكي، بس من وين بدي اجيب المصاري هيك حرفيا. اوكي. فاخذت هيك مبلغ صغير من ابوي على اساس اني بدي ابلش بزنس وومن، حياه البزنس وومن. اوكي. لليوم مش مرجعتهم. ولا رح ترجعيهم هلا اذا بسمعنا. هو بسمعنا عم بيحضرنا اليوم. ايه بعرفش والله. طب كيف تركتي لنا فلسطين كونك جايه من فلسطين؟ فلسطين بلدنا الحبيب. فلسطين. طبعا واحنا بنعرف انه فلسطين والاردن هن، احنا ما بنقدر نقول فلسطين شعب 100%. فاحكي لنا كيف تركتي فلسطين. فلسطين كيف تركتها؟ قد ما ابعد بضل احن يعني. قد ما انا مبسوطه في عمان ومبسوطه بمرمريس، ها ضل واحد يحن لبلده. صحيح. وصراحه فلسطين حاليا بالاحوال كلنا بنعرفها، بالشيخ جراح وسلوان وبيته وجبل صبيح، الوضع مش ولا بد. بس ان شاء الله ان شاء الله بتفرج علينا ان شاء الله يا رب بتحسن كل شيء. لكل اللي عم بيحضروكي، لانه كثير ناس عم بيحضروكي على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك، عم يبعثوا لك من فلسطين، له تحيه من نابلس، تحيه من جنين، تحيه من القدس، تحيه للي جمعتنا كثير كثير. طب ايش بتحبي تحكي لهم لكل اللي بيحضروكي هلا من فلسطين؟ يسعدكم. طيب شوفي، احنا قبل ما انت تيجي على البرنامج متاخره، احنا قررنا نحضر لك كل الاشياء المقلوبه لانت تطبقين لها بالطريقه الفلسطينيه. هلا احنا بنعرف الذ طبخه فلسطينيه مقلوبه مع لبن انعاج.
اوكي فرح تعملين المقلوبه على طريقتك. انا ما بعرف انت ايش بتحبي طريقتك. سيبي بينحكي عليك اني بعرف اطبخ. استنى انا والله قالوا لي بدها تطبخ مقلوب. نعم قالوا لي بدها تطبخ مقلوب. انا جاي بستنى اهل جنين يطبخوا لنا مقلوبه اليوم. وينك يا فداء؟ بالله خذونا رقم تليفون فداء عشان نحكي معها. هلا بدنا ناخذ ونحكي معها نشوف. شفت امبارح ايش كمان عملوا لك؟ سمك شمس واشياء. بس احنا اليوم جايبين احنا يا حبيبتي فلاحين هون بنحب ناكل مقلوبه. وبيني وبينك فيش بعد مقلوبه. شوفي مقلوبه كثير سهله. بس انتم بفلسطين في ناس بحطوا معها حمص صح؟ حسب المناطق صراحه. في ناس بحطوا بطاطا مع بندوره وزهر وباذنجان. في ناس بحطوا حمص اظن اسمها المدفونه. جاد مقلوبه المدفونه يعني هي مدفون تكون حمص بس بعيده عن الزهر والباذنجان بس نفس فكره المقلوبه. انا بالنسبه لي اذا كان زياده عن هدول الاشياء تخرب. اوكي فهني ايش هدول الاشياء اللي بتحطيهم في المقلوبه؟ اللي هي زهر باذنجان وبطاطا وبندورة. وبتحطي الدجاج معها ولا بتاكلوا على جنب؟ لا معها طبعا. معها طبعا. احنا كمان حضرنا على الدجاج عشان تحكي. احنا جماعه اليوم رح نعطيكي اياها تاخذيها لفداء عشان تعرفي عشان لا تجلي ولا تطفي. اعطوني اجلي رح تجلي. هلا كل اللي عم بسألوكي هلا رح احكي لك عن فداء. كثير عم تيجي اسئله فشكله فداء دائما رافقتك على السوشيال ميديا. دائما التنتين صراحه فداء. والثاني شو اسمها؟ منال. طب ايش بيعنوا لك خواتك قولي لي؟ شو بيعنوا؟ شو هالسؤال العميق؟ لا ليه؟ خواتي هم اللي بتفشوني على كل شيء. هم اكبر منك؟ هم اكبر مني. اوكي فانت اخر العنقود اللي مغلبه الدنيا. يعني ايوه بتقدر تعتبري هيك. اوكي بس خواتي يعني في كل شيء بيشجعوني هم الدفشه الاساسيه لكل شيء انا عم بوصله حاليا صراحه. ايه محسدني. ايش بتدمعتي؟ لا انا اذا بتدمعي بقولوا لي امتياز باي باي. لا شو ادمع؟ لانه دائما ضلهم بيقولوا لي امتياز ما تدمعي كل عشان اذا بدك تستخدمي اشي. بس لانه هلا انا عم باخذ من كل اللي عم بيحكوا لنا هلا على السوشيال ميديا على صفحتنا على الفيسبوك كلهم عم بيبعتوا فداء ما طلعتك الا لجلده الجليات. فداء هي السبب بالتاخير. فداء ناس تصحيكي. بالضبط والله هيك فداء. لازم تقرايهم الكومنتات كلها هيك. فهي المشكله طلعت من فداء. فانا حبيت اخذ لانه شفت على السوشيال ميديا قديش انت عم تحكي عنهم بكلام كثير حلو فحابه بس هيك لانه فداء زي ما قلتي انه هي اجت جديده على الاردن. قد ايه كان صعب انه تبعدوا عن بعض؟ يعني انا وياها اخر فتره كثير 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 كنا قراب. ولا شيء كثير كثير كنا قراب من بعض ف زي ما تقولي عزت علي. بس خلص يعني هي الأردن قريبة يعني بتضلها أقرب من غيرها 100%. فلما انحن يا رب فداء ما تهي عشان ما تمسكهاش علي إني بحبها كثير. أكيد وهي أكيد بتحبك. وبنشوف إذا بنقدر كمان ناخذ رقمها يا مروة عشان نحكيها لفداء. عم بوجه لك تحية. فيحاء عم بتقول لك من فلسطين منورة ديالا القمر. الضحك الحلو اللي ما بتفارقها اللي بدها تنتف شعرات كل حدا. إيش قصة والله ننتف شعراتك؟ إيش الفكرة؟ شعرات هاي بعرفش. احكيها بطريقتك عشان كلهم عم بيحكوا لي خليها تحكي لننتف شعراتك. احكيها إيش بطريقتك. أوكي شوي شعرات لنتف ليها هيك لما تعصبي. هاي يعني بلشت نكتة بس صرت أحكيها على كل شيء. أوكي طب خلينا بدنا ناخذ اتصال معانا إحنا. ألو ألو مرحبا. نعم إحنا مش عم تسمع. بدنا إياها تسمع يا جماعة فبدنا نعلي السماعة عشان تسمع الصوت عشان لحظة ثانية معانا. هلا سامعين؟ سامعة الصوت. كيفك؟ فداء معانا. أيوة كيف حالك فداء؟ أنت بتعرفي مين معانا اللي جلت لك الجليات الصباح؟ على فكرة سردت ايش حطني فبحطني فبحطني ضحكوا علي امبارح الصبح من بلمع كل شيء طلعوا من رقبتي. طلعوا من رقبتك وجليتي الجليات لحالك؟ لحالي. يا عن جد الله يعطيك العافية. والله أنت غلطانة. أنا لو مكانك ما طبختش أصلاً. لا بالعكس. حبيبتي فداء اهلا وسهلا فيكي معنا بالبرنامج بهار ونار. احنا حبينا بس انه تنضمي لنا للبرنامج عشان ديالا كانت تحكي عنك. ما بعرف اذا سمعتي هلا عنها شو حكات. بس انا بعرف انه انتم جديد انه انت اجيتي على الاردن تعيشي وهن بفلسطين. بس بحب تحكي لعائلتك ولديالا ايش بعنوا لك وخصوصا انه انت جديده على الاردن هلا اجيتي جديد. ايش السؤال؟ ايش بعنوا لك يعني ايش
ايش بيعنوا لك سواء كانت ديالا لما لانه انت كثير صحبه انت وياها وكنتوا مع هناك مع بعض طول الوقت وهلا اوكي الاردن وفلسطين بلد واحده وقراب كثير على بعض بس برضه احنا شوي بعدنا عن بعض فشو اثر فيك الموضوع وشو بيعني لك الموضوع احكي لنا اكثر احكي لنا اكثر طيب شوفوا هي كان الموضوع كان كثير سهل بدون الوضع الوبائي اللي احنا فيه يعني الكورونا وتذكيرات المنصه وتذكيرات الجسد هلا بنحسب لها مليون حساب بس هي فعليا ثلاث ساعات نكون بالاردن اربع ساعات نكون بالاردن هي كانت بلد هي اوريدي بلد واحده يعني اوكي بين شعبها وناسها بس صحيح. طبعا ما توقعتش هالقد يكون يعني الموضوع صعب اللي هو قصدك المحبه والاشتياق وانك راح تتركي العيله وهيك تنتقلي لمكان ثاني اشتقت يعني. فعليا للبسه تبعتنا اكثر مني بس يعني اشتقت للبسه اكثر من ديالا بيتا بيتا حبيبه قلبي بيتا عن جد ما انكرت ما انكرت طب فداء قولي لها على السريع تكه ديالا معديه يعني بتعدي بدون ما انت تحسي على حالك يعني بكل شيء فبتصفي انك انت يعني متاثره بكل شيء بتعمله بدون ما تحسي حلو حتى حكيها وحتى يعني كل تفاصيلها وهيك مش طبيعي يعني الموضوع حبيبتي فداء شعراتك لنفسك اياه شعراتك رح يتنتفوا اليوم حبيبتي فداء شكرا كثير لتليفونك والله يخليكم لبعض وان شاء الله يديم المحبه والموده بيناتكم على طول طيب احنا بدنا نبلش عن جد نعمل بالمقلوب اعطينا تكتك لانه انا عارف انه هلا بلشت بدك تدمعي والله يخليكم لبعض احنا بدنا نفوت على الطبخه يلا قولي لنا انه بعديها محضرت لك 10 اسئله أوكي. عملت لك بحث مع اصحابك كلهم اوكي اكلنا هوا طيب قبل الفاصل بس هي تقول لنا كيف بدها تطبقها ونطبقها بالفاصل ايش بتحطي انت صنيب عليك خلص اوكي فاصل يا جماعه ورجعين بعد الفاصل اهلا وسهلا فيكم من جديد بهالحلقه اللي دمها كثير خفيف من فلسطين كثير بحب ترجعوا تحضرونا على صفحتنا على عمان تي في اوفيشال على الفيسبوك لحتى تشوفوا ديالو وهي عم تعمل مقلوبه والوافر رح تعمله هي وعبد الله وعلي ايش 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 السر بالمقلوبه اللي عملتي لنا اياها اليوم اعطيني سر عن جد اعطيني سر المقلوبه الفلسطينيه اعطيني كونك بتاكليها بفلسطين صراحه جاجها الجاج الجاج اللي هو جواتها بيكون خلص بتقدري تقيمي الجلافز نقدر نمسح عشان انا محضرت لك قديش بدها وقت على النار تقريبا 30 دقيقه بالبدايه رح نحطها على نار حاميه بس احكي لهم على السر تعلمتي مقلوبه باسرع مره بحياتك يعني صح اسرع مقلوبه بحياتي شو حطيتي دجاج بطاطا بشو اسمه هذا؟ بيتنجان حطينا البندورة؟ لا عادي عادي بيتنجان وزهر ورز مبهر ومية الدجاج وبس وبتحبيها أكثر بالدجاج ولا باللحمة؟ بالدجاج طبعا لحمة اوكي باللحمة لحمة للمنسف للمنسف طب في كثير ناس عم تبعث لك اسئله واستفسارات وتعليقات وانا حبيت اخذ اسئله للناس اللي بتحضرك هلا سالتهم قبل ما تفوتي انت على الحلقه اللي اجيتي عليها متاخر الحمد لله قلت لهم اعطوني اسئله بسني هلا عشان لا حبيبتي ولو فانا قلت لهم اسالونا اسئله نسالها لديالا وكمان تواصلنا مع مجموعه من اصحابك وساعدوني طبعا علي وعبد الله لناخذ مجموعه اسئله نسالك اياها بس بدك تجاوبي بسرعه من غير تفكير يعني ما تقعدي تقولي هيك لا خلص اول جواب بخطر على بالك يا ربي بتجاوبي ليش اخر شيء من اسمك اسمه سيستم سيستم لانه اسم ابوي نظام طيب ترجميها بالانجليزي اوكي كانوا ينادونا دار السيستم لانه كنا ساكنين في كندا ورجعنا هون فترجموا الاسم كليا فاحنا معروفين دار السيستم دار السيستم حلو شو قصه معاذ معاذ هو فلتر انا كثير بستخدمه انا سميته معاذ هو اسمه مش معاذ كثير بستخدمه على كل شيء فربطوا الفلتر فيي بس اسم الله اسم الله اسم الله انت ليه بتستخدمي فلتر مش فلتر جمال فلتر تشنيع يعني اوكي شنع. اوكي اوكي اعطيني عاده اغرب عاده عندك اوكي اغرب عاده عندي لما اكل بوظه ما باكل وحده لازم اكل تنتين مع بعض بس انا ما بحب ما بحب البوظه بحب نوع معين اللي هي هاي اللي بتكون لولبيه هاي ممنوع اكل بس وحده خلص لازم اكل تنتين واللي بدي ياكلها معي لازم ياكل تنتين اوكي ما في اي تفسير طيب شو قصه الحلقه شو لابسه حلقه شو حلقه ب 11 دينار شو قصه الحلقه ب 11 دينار اوكي هذه الحلقه رحت على مول من مولات عمان
كنت بدي حلق منخار. اوكي. ففتت على طبعا سالت كل المحلات ما في. هذا جديد الحكي ولا زمان؟ من شهر شهر ونص. اوكي. اوكي دخلتي. فتت عنده بحكي له مرحبا عندك نوز رينج؟ فهو بحكي له عندي هذول، ففرجاني الاثنين. قلت له انت هلا احنا يعني النوز رينج او الحلق المنخار بشكل عام قد ما يكون غالي مش حيكون غالي يعني. اوكي. فبحكي له اوكي طاي لان 10 دنانير على اساس لسه بده يرجع لي يعني. اوكي. فبحكي له قد ايه هذا؟ بحكي لي هذا 11 وهذا 13 ونص كيلو دينار. بحكي كل استنى صلى على النبي شو كيلو دينار. بحكي لي بحكي له انه واحد فيهم 13 ونص. بحكي لي هذا كله رجع. فانا عبطت اني ادفع حق الهدايا اللي غلبت وجيب لي هذا شوف لي هذا. واستحيتي فاخذتيه؟ استحيت ودفعت حقه واخذته وطلعت. وصراحه ما خليتش حد ما عرفش بالموضوع. هلا احنا حضرناكي بتركيا والله وكيلكم راحت من فلسطين على تركيا. احذر شو تعمل. معروفين انتم يا اختي معروفين بالمفاصله. بالمفاصله يا عمي والله ما بتفاصلي بتركيا. والله ما بتفاصلوا. ما فضحوني فضحوني. انا ما بفاصل على اغراضي. بفاصل على اغراض غيري المشكله. وهم بينادوني من اخر الشارع لاول الشارع. بفصلوكي الاتراك؟ انا بالعاده بس اروح بحس ما بفصلونا. لا هم ما بفصلونا. كيف انت فصلتيهم؟ كانت تزبط معي؟ كنت لعط شيء انه انا كنا طالعين شغل انا وخواتي على اسطنبول. وكانت اخر الرحله واخر المصاري اللي معنا وبدنا نشتري الاشياء هذول، فكان كنا زياده على اللي معنا. فقعدت حكيت فيش غير اني افاصل. فبلشت افاصل واختي بتصور فيه وانا مش داريه. فانتشر الفيديو وهيك. ودي عم تفاصلي؟ بتحبي المفاصله؟ بتضحك بتضحكني يعني. انا عن مزح بعملها بس بتزبط. كونك بتبيعي اواعي وبتحبي المفاصله، ما بحب حدا يفاصل. لسه بدي اسالك، بتحبي حدا يفاصلك؟ ما بحب حدا يفاصلني. لا طبعا فيش حد بحب حدا يفاصله. بس لما تكوني في سوق تركيا غير يعني. انا بجنين وبالبلد ما بفاصل يعني خلص. أوكي. باخذ الاشي بسعره. بس لما تكوني طالعه شو ما بعرف ايش هيك زبطت صارت معي. بس زبطت معي اكثر يعني. انا سمعت انها كانت توفر اكثر من نص المصاري. زبطت معك منيح. لا شاطره لازم. طب احنا يعني احسن اشي نعمله بالمفاصله ايش يعني؟ كيف نفاصل الناس؟ كيف كانوا يقبلوا يفاصلوك الاتراك؟ فهميني. كنت احكي له عقلي زباب دي هو. بس كل هون فلسطين بحكي. هم بيحبوا الفلسطينيين. ايش كنتي تقولي؟ والله قولي لي هون فلسطين هاد خلينيش هيك. بس بس يقتنعوا شوي تنورنت بس من باب المزح. بس كانت تزبط. طيب شو قصه الختيارة اللي بباص بتركيا؟ هي مصدومه من الاسئله. جاوبي. الله لا يجبرك يا عبد الله وعلي. تقتلت مع وحده في الباص في تركيا على مرمريس. رايحه تقتل الناس في بلدهم يا اختي. كانت المراه وراي بتنبر بتحكي بالتركي ولا مش عارفه شو هاي بتصيح. مزعجتنا يعني مزعجتنا. فهي بتلعط بالاخر عم بتصيح علي ليش انه انا مش حاطه ماسك تمام. أوكي. فعمر اللي معنا بحكي ديانا قاعده بتحكي عنك. فانا فكرت بتخوت. فطلعت عليها ايه هاي جد طلع علي بتأشر علي وهيك يعني بتحكي. انا مالها هاي مره كبيره شو بدي اقلل احترامي لها؟ فانا طلعت على هبه هون والمره هون. فانا بحكي لها كل كلمه بتحكيها مردوده عليكي مش عشانك كبيره بالعمر تعملي اللي بدك. هيك كنت احكي معها. انا اردح لها بالعربي وهي تردح لي بالتركي. بالاخر بحكي لها انه وات دو يو وانت وات ابسط هيك. صرت جابتني هيك بحكي معها بالانجليزي زادت الطين اللي حكيت لها. ايوه هذا اللي كان ناقص شغلاتك لنتفلك. هيك عملتي؟ بالباص وكلهم مش عارفين شو يسووا. وينهم بدهم يبعدونا عن بعض؟ وينهم بدهم يطلعوا؟ عنجد كنت رح تضربيها؟ لا انا ما كنت رح اضربها. بس انه الصبح حكيت اسمعي شغلاتك ما بدك لك اياها زودتك. هيك كنت هيك بتصير بتصيح علي عادي بكل بساطه. لو سمحتي حطي الماسك بحطه وانا منخفض. تنبر وبتأشر وبتصيح واللي معها مستحيه. مش يعني حكيت لها اسمعي جاي فلسطين. مش طبيعي. طيب احكي لي شو قصة البيجامة النمرية؟ لأنه كل اللي عم بيحضرونا على السوشيال ميديا بس بقولوا لي اسأليها شو قصة البيجامة النمرية. اسأليها ايش؟ بيجامة نمرية. شريت بيجامة من جنين نمرية. اوكي. حقها 70 شيكل. اوكي. يعني زي 10 دنانير 12 دينار. 12 دينار تقريبا. اوكي. 12 بجوز 14 مش اوكي عارفة بالضبط قد ايه. فكانوا كنه اخر 70 شيكل معي في الجزدان فكثير عزت علي. فشريت زي قصه الحلقه دي هاي خلص يلا خذوا هيك. بس الفكره
وجننت الدنيا فيها انه هاي البيجامه النوبيه ب70 شيكل ب70 ولبستها ب7000 فالناس ناخذ بالشان الله اشلح النمري. فاي شيء صار بنمري ينعمل او ينشأ طبعا انا عشان اقهرهم بزياده شريت كمان واحده نمريه نفس اللون ونفس الشكل نفس اللون ونفس الشكل نفسها بس واحده عشان اذا احطها على السين البسها. انت عندك محل اواعي ليش بتشتري اواعي من مكانات ثانيه؟ ما ببيع بيجامات وانا شخص كثير بحب الاواعي يعني بستحلي شيء بشتري لو حلو حلو كثير. طب شو قصدك لما تكوني جوعانه؟ هذول شكلهم اللي طلع معي بالصفرة حكوا لي كل القصص قالوا لي والله كلها. انا بس اجوع بتحول يعني تتحولي ايش يعني؟ بتحول لوحش عن جد؟ يعني مش وحش بحبش حد يحكي معي بصير يعني كثير جفصه. اوكي يعني انا هلا بلشت اجوع دير بالك. تفضل انا حضرت لك وافل والله عشان انا جايبيته من البيت كمان من البيت افطرت خصوصي عشانك. انت افطرتي مخصوص عشان تعصبيش عنا وفوق ما انت جاي متاخره كمان ومفطره. انا اذا بدي اروح اتطاوش مع حدا بروح لجوعاني يعني. اوكي فخواتي حتى لما يطلعوا معي لشغل بتاكدوا انه ديالا شبعانه تمام وضعك هاي احكي لهم خلص يلا نشرب حقيقه. طب اخر سؤال بهاي فقط لانه انا جايبت لها رح يجاوبوها على هدول الاسئله. ايش قصتك مع الدبكه؟ الدبكه عشقي كثير بحب الدبكه. اللي فتره طويله ب6-7 سنين بفرق الدبكه بالزبابده. ما احلى هو دبكه وفولكلور. طلعنا مثلنا فلسطين في اكثر من دوله. حلو ايش دول احكي لنا عشان الناس تسمعنا. بولندا. حلو رحنا على ايطاليا كله دبكه كان. كانوا يعملوا احنا بولندا اخذنا المركز الثالث على مستوى الايفنت كلياته. حلو في كانوا جايين من كل دول العالم فهو شعور حلو كثير انك ترفع علم فلسطين وتنشر التراث الفلسطيني بطريقه كثير حلوه انه الاجانب يفهموها مش يعني تقدر توصل رساله المآسي والفرح في لوحه واحده قدام دكي. واحد اجنبي مش فاهم راسه من اجري انه احنا من وين. شو كان يكون شعورك وانت عم تمثلي فلسطين في دول العالم؟ عدينه من شعور عن جد عن جد عن جد بدون مبالغه احلى شعور ممكن اي حدا يحسه. حبيبتي شوفي اذا عيونها بتدمع وهي عم تحكي عن فلسطين. طيب احنا حضرنا لك وافل بس انت رح تعملي كمان وافل هلا. اوكي فاحنا طالعين فاصل بس بهذه الفقره رح يكون او رح ينضموا لنا اصحاب هلا ديالا فاستنونا لبعض الفاصل. سهلا فيكم من جديد بنهايه هالحلقه. لا اليوم بنهايه هالحلقه انا حبيت اجيب اصدقاء هلا ديالا اللي موجودين بالاردن. اهلا وسهلا للمره الثانيه. مين عبد الله مين علي؟ احذري عبد الله علي. عن جد انا كنت احكي علي عبد الله. انت ايش جاوبتي؟ عبد الله علي؟ عبد الله علي. انت كيف بتفرقيهم؟ بعرف انا اول مره شفتهم في حياتي فرقتهم. كيف؟ الموضوع ده لاجن الصراحه. وين شفتيهم اول مره بحياتك؟ كان يوم اسود ولا ابيض ولا اخضر ايش؟ لا والله كلهم على سلامتهم. على سلامتهم ما بعرفش اجامل انا مشكلتي. بس ديالا بتحكي انه انا احلى من علي. مش على الكاميرا. طيب كيف بتفرقيهم؟ من الصوت او من ايش في شيء معين بتفرقيهم؟ من الوجه. جاد في حدا انصح من حدا كان صح عبد الله وجه ولا كان صح وجه انا عبد الله صح عبد الله انصح عبد الله انصح امر قلبي يا رب. اسمع بتعرفوا كونكم اخرتوها اليوم ايش بيصير؟ هي بعثت هلا هن بيدرسوا اعلام يا جماعه ومستقبلهم ان شاء الله اعلامي رح يكون مشهور وكويس وممتاز واموره ماشيه عالي العال. لا في شهاده تدريب ولا في تدريب ولا في اعلام ولا في برامج. انا بتخرج انا لا مش بس سؤال انا دكتور وسن عارف انه انا طالع على الكاميرا عشان هيك تعرف اليوم دكتوره وسن لا لا لا, لا. عشان زبطوا الحالتين جاي اتدرب قلت اجي اطلع التلفزيون. طيب انا بدي اسالكم سؤال لانه احنا ما حضلش معنا لانه اجيتوا انتم متاخرين. حابه اسالكم سؤال هيك سريع عن ديالا. هن كثير غششوني اسئله وهن قالوا لي ديالا وكذا وانا كيف الصراحه لما عرفوني عليكي ديالا ف ايش بربطكم بديالا؟ ايش العلاقه؟ لانه شفتكم انتم اصحاب كثير وعندكم اصحاب مشتركين كثير. انا بالنسبه لي يعني البنت الوحيده اللي شفتها زي جونا مش جو يعني حكينا للناس انه احنا توامنا الثالث ديالا. اجى من فلسطين على الاردن. طب ايش جاب فلسطين يعني ايش جاب الشرق للغرب معك. زي ما بيقولوا ايش جاب الشرق للغرب؟ تخيلي محتوانا احنا الشباب بس على هيئه بنت. اوكي اوكي فنفس كل شيء. طيب حلو. انا بس عشان قبل ما نطلع فاصل احكوا لنا هيك على السريع صداقتكم اللي بتربطكم بطريقه حلوه ايش بتمثل ديالا والعكس. بعرف يلا مش عشان اجاوب الصراحه يلا
هس شوف احنا انا بالنسبه لي اي صحبه بتعرف انها صحبه صح لما تتطاوشوا. في تركيا ذبحنا بعض قعدنا يوم كامل ما نحكي مع بعض عشان لا لا انا الصراحه ما كنت احكي معك عشان خمسنا في الجيتسكي عليها زي هيك غرقناها مي. خربوا علي المخطط وانا عصبت عليهم. ايش مخططك كان؟ انه يعني بالجيتسكي يعني خربوا علي الهاي وعصبت عليهم. اوكي تحكوش معي هيك بس تزعل بتعمل؟ كانت جوعانة فالوقت كان مصيبة كان سيء جدا كان جدا مصيبة. طيب احنا مضطرين نطلع فاصل كتير سريع ولكن لما نطلع فاصل من عارفين انتوا قلتوا لي جيتوا متأخرين وخربتوا كل الدنيا كل الدنيا كل اللي بعتوا لك اسمعوا عن جد دمكم خفيف مع بعض انتوا الثلاثي المرح مسمينكم هاي لجين عم بتقول الحلقة نار 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 بنحبكم كتير كل اللي بيحضروا علي وعبد الله هن موجودين كمان معنا بعمان تي في فموجودين معي بالبرنامج وعم بيعدوا بالبرنامج صح؟ كيف الأمور كويسة؟ حلقاتك أوكي أنا بخلص من علي بتطلع لي علي. طيب خلينا نطلع فاصل صغير ورجعين بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم من جديد بس نعتذر أن طلعوا علي وعبد الله ولكن إن شاء الله بيكونوا معي بأشياء تانية هني موجودين أصلا معي ببرنامجي بكتير تفاصيل بس لأنه في عنا مشكلة كانت بالصوت فما زبط. المهم يعني بس بدنا نقولهم انه علي وعبد الله وانتي دائما مع بعض وهلا بدنا نكمل انا كنت محضره هيك مجموعه اسئله كنت حابه كثير انه نتشارك فيها احنا وياهم كنت عم بسالك ايش بيعملوا لك كاصدقاء وخصوصا من بلد ثانيه ايش جابكم مع بعض يعني شو جابك بالفلسطين وبعدين على الاردن واجتمعتوا مع بعض السوشيال ميديا بكل بساطه مش درستوا مثلا بالجامعه لا لا ما كنت اعرفهم ابدا انا السوشيال ميديا عرفتنا عليهم وهم هذول اصحاب الكل اللي سافرت معاهم وكل اللي بعرفهم حاليا كلهم سوشيال ميديا كل السوشيال ميديا يعني صحيح انه السوشيال ميديا بتدخلك باشياء منيحه وبتعرفك على ناس جيدين ولا انه بتاخذك للجانب لانه يعني في جانب سيء وفي جانب حلو بس الجانب الحلو كثير اكثر من الجانب السيء ايش في جانب حلو على طريق السوشيال ميديا انت تعرفتي عليه وايش جانب سيء على السوشيال ميديا للناس اللي بتحضرك وبتشوفك الجانب مثلها. السيء اللي هو الاساسي اللي بياثر على نفسيه الكل واللي ما بياثر على نفسيته بيكون كذاب التنمر الكومنتات السيئه بدون سبب ممكن انه تدخلك في متاهات انك تكوني عارفه انه تكوني معروفه زياده فاي حركه او كلمه محسوبه عليك وانت ما بتكوني قصدتيها هذا الشيء السيء بالنسبه لي بالنسبه الايجابي كثير اكثر يعني بتعرفنا على ناس كثير رائعين بتخلق لك فرص بتعرفنا على ناس مثلك يعني لولا السوشيال ميديا حبيبتي. ما صح لي ممكن انا مش متعوده على التي في وهي يعني بس وعلى فكره هن علي وعبد الله قالوا لي اسمع الدياله هي يعني ولما شفت اسمع وتخيلوا اول لقاء لي مع الدياله كيف رنوا عليها نايمه شعرات منكشات وبلشنا قومي قومي من النوم نحكي فيعني هيك السوشيال ميديا بتقرب كثير ناس على بعضها وبتخلق كثير فرص حلوه وبتعملي اصحاب وصحبات ما بتعرفيهم طب. يعني انا الناس اللي بتابعوني بموت عليهم حبيبتي اكيد انه بحبوكي لانه انا اليوم شايفه ما بتصدقي هلا قد ايه في كومنتات حلوه منهم قد ايه عم ببعث لكم استسم الله كثار والحلقه الوقت ضيق لانه دخلنا فيها اصلا متاخرين فكل شيء هيك 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 احنا ما رح نقدر نعمل وافل بسيطه مش مشكله بس تقدري تاكلي من انا حضرتك مهم اكل يعني 100% رح تقدري تاكلي حبيتي لهم طب الرسمه المقلوبه ما غلطتش المقلوبه ما غلطتش بس انا حابه كثير تحكي لانه في كثير من الشباب والصبايا داخلين في عالم السوشيال ميديا وهو عالم حلو وقلنا في جانب بسيط منه مش حلو وحكينا فيه التنمر وجهي لي كلمة لأنه للناس اللي بتنمروا بدون سبب أنا لا بتعرفني شخصي ولا بتعرف علاقتي مع الناس ولا بتعرف محبتي مع الناس ولا بتعرف شو للناس اللي بتنمروا بدون سبب إيش تحكي لهم لأن هدول موجودين هدول ما رح ينتهوا من الحياة أبدا صح مبدئيا الله يسامحهم لأنه ما رح يعني بيأثروا ممكن على نفسيتنا بشوي بس ما حيأثروا على حياتنا صحيح طول ما انه الشخص عامل الصح ومش عم بزعج اللي حواليه ولا عم باذي اللي حواليه طول ما انه هو ماشي صح حلو. ولازم تقبل الاختلاف اللي بالتانيين يعني مش ضروري الكل يكون مثلك فنصيحتي يعني مش نصيحه يعني فيش داعي اني اعطي نصائح لاني ممكن لمرحله معينه من حياتي تنمرت على حدا بطريقه غير مباشره يعني فيش حدا بيسلم من هذا الموضوع خصوصا بفيديوهات الرياكشنز وهيك بس خلوا النية صافية أكثر ولما بدكم تنتقدوا انتقدوا نقد بناء عشان الشخص إنه يصلح اللي عمله مش اتحبطوا وتنزلوا في الأرض صح 100% كلامك صح وين بتحبي تكوني بعد 5 سنين وين بتشوفي حالك صراحة ما بعرف بس كثير حابة أفوت مجال التمثيل حلو طول عمري نفسي أدرس تمثيل بس ما بعرف إذا بزبط ولا لا بس حلو انا حاسب اللي بقلها بتعرفوا من لما دخلت عن جد ما فارقت وجه هيك البسمه والضحك الحلوه وهذا عشان ايش صفحتك على انستغرام للناس اللي ما بتحضرك على انستغرام عشان يحضروك على تيك توك ديالا سيستم 1
ديالا سيستم 1 كمان. ليش 1؟ لأن السيستم كان الأصلي البرايفت اللي ما كنت فصار ديالا سيستم 1. ديالا أنا كتير مبسوطة أني تعرفت عليك حبيبتي والله، وأنا أكثر، وكتير مبسوطة أنه علي وعبد الله عن جد حكوا لي عنك، حدا كتير قريب للقلب، حدا كتير محب، وأنا بحب تشوفه دائما بحلقات يوم الخميس. يعني أنه إحنا عم نطلع عن المألوف في هدول الحلقات، وعم نحاول نكون خفيفين ضل عليكم، وتشوفوا أفكار جديدة، وتشوفوا ناس جداد. أنا وإنتم بننبسط أنه إحنا بنتعرف عليهم، بنتعرف على شخصيات وفكر جديد. فأنا مبسوطة أنه رحبتك حبيبتي. أنا كثير مبسوطة أنه جيتي كمان من فلسطين. بيكون واحد عنده شعور مختلف أنه عم بيحكي حدا من أصل فلسطين وجاي لهون. قبل ما نختم الحلقة بدي أختمها معك بكلمات منك بتوجيهها لكل الشعب الفلسطيني اللي أنت إجيتي من عنده ومروحة بعد بكرة أنت على فلسطين. صراحة الشعب الفلسطيني هو اللي لازم يوجه لي كلمة، لأنه إحنا بنتعلم من الناس اللي عم بتمر في أشياء سيئة ممكن أنا ما مريت فيها، فالله يفرجها علينا كلياتنا وغليت القلوبة. الله يفرجها علينا، وإن شاء الله فلسطين حرة قريبا. إن شاء الله قريبا قريبا قريبا. وبنهيك بنكون خلصنا نهاية حلقتنا لليوم. إن شاء الله تكون حلقة دمها خفيف لطيف سريع، رح تنزل على اليوتيوب ابتداء من بكرة، ورح تضلها اليوم موجودة على الفيسبوك، أكيد تقدروا ترجعوا وتحضروها. وبشوفكم يوم السبت بحلقة طبخ مميزة. باي باي.